نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم آخر الصور لملعب وهران الجديد بعد 39 يوما من عملية الرش للعشب الطبيعي، ووصل هذا الأخير إلى مرحلة التثبيت التي ستعرف أيضا عملية المعالجة من أجل مراقبة كثافته. وأكد الاتحاد الجزائري أنه يتابع عن قرب آخر تطورات بملعب وهران الذي سيحتضن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط القادمة.